نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه ومن يكسب خطيئة أو إثما، يقول هل هناك فرق بين الإثم والخطيئة؟ من يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، ثم يرمي به بريئا، هذا لا يجوز، أنك ترمي الأبرياء بذنب غيرهم ما يجوز، هذا تحملهم ما ليس من فعلهم. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. والآية هذه في سياق الآيات التي أنكرت على المنافقين، لما سرق واحد منهم، سرق واحد من المنافقين استحق قطع اليد، المنافقون حاولوا أن يلصقوا هذه السرقة بواحد من اليهود حتى يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده، أن يلصقوا هذه السرقة بواحد من اليهود الأبرياء حتى يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده. فأنزل الله هذه الآيات، هذا يدل على عدل الإسلام حتى مع اليهود، أنه لا يجوز أن البريء أنه يؤخذ بجريمة المجرم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يجوز هذا، ولو كان ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا يجوز أنه يحمل البريء جريمة المجرم، والله منع رسوله من ذلك ونهاه أن يخاصم عن المنافقين وعن ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، إلى قوله تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. فهذا كله في هذه القصة التي هي سرقة من بعض المنافقين، أرادوا أن يلصقوها ببعض اليهود من أجل أن تقطع يد اليهودي ويبرأ المنافق. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.